تعالوا نروح معاكم لتصريحات مارسيل كولر بعد المباراة والفوز بالبطولة. قال كولر: سعداء جدا بالفوز بالبطولة والكاس، كنا نعلم جيدا أنها مباراة صعبة للغاية. المباراة الأولى انتهت بهدفين لهدف، لهذا منذ اليوم الأول قلت أن مفتاح الفوز بالبطولة هو تسجيل هدف في مباراة العودة، وبالفعل قمنا بتسيير المباراة كما أردنا. اللاعبين تعبوا كثيرا وقدموا أداء جيد، والتغييرات صنعت فارق بالفعل في شكل الفريق. كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف لكن لم يحالفنا التوفيق. عن غضب حسين الشحات بعد تبديله قال: دائما هذه الأمور تحدث في كرة القدم مع اللاعبين بعد تبديلها، ويكون انفعال لحظي وينتهي الأمر بعد ذلك. الحقيقة إن التصريحات دي بتأكد اللي أنا بقوله لحضراتكم، وبتقول لنا إنه فعلاً كولر عارف كويس قوي ومقدر كويس قوي حتى نفسية اللعيبة، حتى لما لاعب يخرج وهو متغير وزعلان ومتضايق، كولر قد إيه مقدر ده، وعارف قد إيه ده كان باين، وعارف قد إيه ده كان علشان الحمية والغيرة على تيشرت الفريق، وإن كل لاعب عايز يقدم حاجة وعايز يعمل حاجة، وده الحقيقي يعني اللي فعلا بنشوفه في الآخر ترجمته في أرض الملعب، وده اللي قدره كولر حتى مع حسين الشحات رغم تغييرته. نروح لمحمد الشناوي قائد النادي الأهلي، واللي أكد إن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا شعور وفرحة لا توصف لظلم كبير جدا في النهائي الموسم الماضي. وكمان أضاف الشناوي إنه الخسارة في الموسم الماضي كانت دافع كبير للتتويج بالبطولة، وقال: اتفقنا أن نتوج بالبطولة، وأبارك للعيبة والجهاز الفني وللإدارة والجماهير. نحن لا نعيش على الماضي، نفكر دائما في القادم، ولا نعيش على سنة مضت، ولا توجد عقدة. الأهلي هو عقدة إفريقيا كلها. أكمل حديث وقال: الآن فزنا بدوري الأبطال للمرة 11، صعدنا لكأس العالم للمرة 4 تواليا، ونتمنى أن نفوز بالمرة 5. اختتم كلامه وقال: من لا يتذكر نذكره أن الأهلي حصد البطولة 11 من ملعب الوداد. ألف مليون مبروك لمحمد الشناوي قائد فريق، ألف مليون مبروك للاعب اللي حصل حواليه جدل كبير جدا ما قبل المباراة، والحقيقة أنه هو في الآخر كان على الموعد وكان على قدر المسؤولية رغم الإصابة اللي تعرض لها، فترة الغياب وغيابه عن مباراة الذهاب، كل التفاصيل دي بتأكد لك إنه دايما اللعيبة بتكون على الموعد، بتموت نفسها علشان فعلا اللحظة دي، والحقيقة إنه محمد الشناوي كان على قدر المسؤولية. بنقول له ألف مليون مبروك ويستحق التقدير. نروح بقى لعريس المباراة. امبارح مين كان عريس المباراة؟ هو صاحب هدف التعادل وهدف البطولة، محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي. قال عبد المنعم: احتفالي بلقب دوري أبطال إفريقيا مضاعف، لا سيما أن اللقب هو الأول على مستوى دوري الأبطال مع الأهلي، ولذلك هي بطولة غالية جدا بالنسبة لي، إلى جانب تسجيل هدف التعادل الذي أهدى الفريق اللقب، كما أهدى مدافع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا إلى عائلته، وأشار إلى أنهم داعمون لي وأنهم يستحقون الكثير. وجه محمد عبد المنعم الشكر لجماهير الأهلي في كافة أرجاء العالم، كما اختص بالشكر الجماهير اللي قطعت المسافات ووصلت إلى مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيعه. بنقول له ألف مليون مبروك محمد عبد المنعم، الحقيقة أنه هو لاعب من اللعيبة اللي عارف قيمة وقدر تيشرت النادي الأهلي، عنده الحمية، عارف يعني إيه الدقايق الأخيرة من عمر المباراة، عارف يعني إيه موت نفسه في أرض الملعب علشان يفرح الجمهور. الحقيقة أنه كان على قدر المسؤولية محمد عبد المنعم، بنقول له ألف مليون مبروك، وهو فعلا كان عريس المباراة. نروح لمحمد مجدي قفشة نجم الفريق، واللي أبدى سعادته بتتويج النادي الأهلي، وأكد أن التتويج باللقب جاء نتاج مجهود وتعب كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني ودعم جماهيري كبير. حرص قفشة على توجيه التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي وقال لهم: جمهور الأهلي دعمنا بشكل كبير على مدار الموسم داخل مصر وخارجها، جمهور الأهلي في كل مكان دائما يقف خلفنا ويساهم في تتويجنا بكل البطولات. عندما خسرنا اللقب في العام الماضي قلت وقتها إن الأهلي عندما يقع يعرف جيدا كيف يقف من جديد ويستعيد انتصاراته وبطولاته، وأقول لمن لا يعرف ذلك فليرجع للتاريخ.
نحترم جميع وجهات النظر ونتقبل الانتقادات، ولكننا نعرف قدرنا جيدا ونرد في الملعب دائما. دي تصريحات أفشى اللاعب الغايب بقاله فترة عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ولكن لما بيكون النادي الأهلي محتاجه بيكون موجود على الموعد، ما بيزعلش، ما بيأثرش على نتيجة المباراة، ما بيأثرش على أدائه، بيكون على قدر المسؤولية، بيلبي النداء في نفس التوقيت وبينزل وبيأثر. الحقيقة إن احنا برضو بنقدم له التحية والتقدير، لأنه لاعب من اللعيبة اللي استحملت يمكن فترة طويلة جدا من عدم مشاركتها أساسيا. بيكون صعب قوي على فكرة على أي لاعب معتاد إن هو يلعب أساسي وإن هو يخرج من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ولكن زي ما انتوا شايفين تصريحاته بتقول إن هي قد إيه لعبة جماعية من وجهة نظره، وشايف إنه كله اجتهد علشان يوصل في الآخر للنتيجة دي وللبطولة دي. علي معلول لاعب النادي الأهلي أعرب عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا، وقال بعد المباراة: مبروك لكل جماهير النادي الأهلي اللي وقفت خلفنا كثيرا، خصوصا بعد الأسبوع الصعب الذي عشناه عقب مباراة الذهاب. البعض قال إنني كنت السبب في الهدف الذي تلقيناه في القاهرة، ولكنني لم أنشغل بهذه الانتقادات، ركزت على تقديم مستوى جيد فقط في مباراة الإياب. وقال: الحمد لله حققنا بطولة غالية، لدينا مجموعة من اللعيبة أكثر من رائعة، والقادم أفضل للأهلي دائما. الوداد كانت لديه ثقة كبيرة في الفوز بالبطولة، خاصة بعد تسجيل هدف في لقاء الذهاب، ولكن الأهلي يعرف جيدا كيف يفوز بالبطولات. دي أبرز تصريحات علي معلول، وزي ما قلت لحضراتكم لاعب كان تحت ضغط كبير جدا، ولكن قدر إن هو يعوض نفسه ويعوض جمهور النادي الأهلي بالهدف الأخير والأسيست اللي حط الشريطة الأخيرة في الحكاية. نروح لحسين الشحات لاعب النادي الأهلي اللي أكد إنه الفريق استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الأداء اللي قدمه في لقائي الذهاب والعودة في نهائي البطولة أمام فريق الوداد المغربي. أضاف حسين الشحات عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي البطولة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف: كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة، اللقب استطعنا أن نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب. أوضح كمان اللاعب وقال: طموحات اللعيبة لا تتوقف عند التتويج بالبطولة، وأن الفريق مستمر في تحقيق الألقاب مع النادي. أشار كمان الشحات وقال إن الأهلي دائما ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين ليه خلال مشواره في كل البطولات. واختتم حسين الشحات تعليقاته وتصريحاته واتكلم وقال إنه لقب دوري الأبطال بيعيد الفريق من جديد إلى التواجد من جديد في كأس العالم للأندية وفي المكانة اللي بيستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.